الثالث من رمضان من عام 2011، دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء ما اعتبره حملة القمع الدامية التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها. وجاء في بيان لرئاسة المجلس تم الاتفاق على نصه بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة أن المجلس المؤلف من 15 عضواً يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية. وكان هذا البيان هو أول تحرك يتخذه المجلس بشأن سوريا رغم تصاعد العنف. في الثالث من رمضان من العام نفسه، غادر القاهرة يوسف أحمد سفير سوريا لدى مصر متوجهاً بصحبة أسرته إلى دمشق، وذلك بعد أن اندلعت مظاهرة صاخبة أمام مقر السفارة للمطالبة بطرده من مصر. بعد أن كانت مظاهرات صاخبة قد اندلعت أمام مقر السفارة للمطالبة بطرده من مصر بعد العمليات العسكرية التي شنها في حما والبوكمال ودير الزور. في الثالث من رمضان من العام نفسه، أعطى الفرع 225 في المخابرات العسكرية فرع الاتصالات أعطى أمراً لغرفة العمليات المركزية في مقسم النصر بقطع الاتصالات الداخلية داخل مدينة حما وريفها والخارجية مع المدن الأخرى والعالم الخارجي، وقد استثنيت كل من سلمية، مصياف، محردة وسقلبية. وجاء هذا الأمر تمهيداً لعملية أمنية واسعة النطاق في المناطق التي يجري قطع الاتصالات عنها. في الثالث من رمضان من عام 2012، رفض وزير خارجية ألمانيا تدخل حلف الناتو وحلف شمال الأطلسي في سوريا، مبرراً أن النظام السوري يتآكل بشكل متزايد دون تدخل عسكري، داعياً إلى زيادة الضغوط الدولية على النظام ليوقف أعمال العنف، مؤكداً أن تآكل النظام بسرعة متزايدة ومن دون تدخل عسكري يعطي المواطنين في المنطقة أملاً في أن عصر النظام سينتهي قريباً، وأنه من الممكن بدء عهد جديد تحت قيادة الائتلاف الوطني، وخاصة بعد الاعتراف بالأخير من قبل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. في الثالث من رمضان من العام نفسه، ارتقى 154 شهيداً لقوا حتفهم على يد قوات النظام السوري معظمهم في دمشق وريفها وفي حلب ودرعا، كما قتل 15 سجيناً أثناء اعتصام في سجن حلب المركزي بعد أن قطعت السلطات الاتصالات والكهرباء عن السجن. في الثالث من رمضان من العام نفسه، قامت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وزميلها براد بيت بالعديد من الزيارات للاجئين السوريين عند الحدود التركية، وذلك في محاولة لتسليط الضوء على معاناتهم ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى الأزمة الإنسانية التي يمر بها اللاجئون وأطفالهم في سوريا. جاءت زيارة جولي في وقت تقاعس فيه فنانو العرب والرؤساء والملوك عن مثل تلك المبادرات الإنسانية واكتفاؤهم بالشجب والإنكار. في الثالث من رمضان من عام 2013، وافقت حكومة بشار الأسد مؤخراً على تصنيع ليرات ذهبية بوزن 8 غرامات وعيار 21، لتكون منافساً حقيقياً في رواجها وقيمتها الادخارية والمعنوية لليرات الذهبية المعتمد إصدارها وسكها حالياً. وتتضمن الليرات المتداولة حالياً في السوق السورية الليرة الذهبية الرشادية والإنجليزية من عيار 22 قيراط. وكانت أسعار الذهب في سوريا قد شهدت ارتفاعاً متواصلاً في العامين السابقين، غير أن الفترة الأخيرة قفزت بأسعار الذهب إلى مستويات خيالية مع بلوغ الغرام من عيار 21 سعر 10,000 ليرة بالتزامن مع انهيار الليرة وتقهقرها إلى مستوى 315 ليرة للدولار الواحد.
في الثالث من رمضان من العام نفسه اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية والقوات النظامية، وذلك في عدة محاور بمحافظة حلب، وتحديدا في حي الأشرفية، وفي محيط مبنى المخابرات الجوية وحي الراشدين، وفي محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري، وفي المنطقة الواقعة بين الراموسة وبلدة خان طومان. في الثالث من رمضان من العام نفسه أعلنت مجموعة مقاتلة ضد النظام السوري مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت، والذي خلف أكثر من 50 جريحاً. وصرح المصدر الذي عرف عن نفسه بأنه تشكيل عسكري مستقل يقاتل في سوريا لإعلاء كلمة الله. صرح في بيان له على موقع فيسبوك أن الهجوم جاء رداً على ما وصفه بتدخل حزب الله في سوريا للقتال إلى جانب النظام السوري. وتبنت المجموعة أيضاً تفجيراً استهدف حزب الله في منطقة زحلة بشرق لبنان الشهر الفائت، مؤكداً أن الهجوم لم يكن الأول ولن يكون الأخير، مؤكداً أنه سيلاحق فلول هذا التشكيل الإرهابي على أي أرض حتى تتوقف مشاركته في سفك الدم السوري.